جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من السودان مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين أبو شنب، يقول: ما حكم من أصبح مفطرا في أول يوم من رمضان لعدم معرفته بثبوت الهلال ولم ينوي الصيام لذلك العذر، فماذا يفعل؟ إذا بلغه الخبر في أثناء النهار فإنه يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم الذي لم يصم أوله، يقضيه بعد رمضان.